تخبر المديرية الإقليمية بترودانت أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بجميع الأسلاك التعليمية الثلاث ستكون يوم 9 شتنبر 2024، ومن المرتقب أن يلتحق ما يقارب 190,605 تلميذة وتلميذا ب 347 مؤسسة تعليمية على صعيد المديرية، موزعين على الشكل التالي: بالتعليم الأولي 14,522 طفلا سيؤطرهم ما يقارب 486 مربية ومربي. بالتعليم الابتدائي 105,945 تلميذة وتلميذا في 263 مؤسسة تعليمية، وسيؤطرهم 5,315 أستاذة وأستاذا. بالثانوي الإعدادي 55,085 تلميذة وتلميذا في 50 مؤسسة تعليمية، وسيؤطرهم 1,952 أستاذة وأستاذا. بالثانوي التأهيلي 29,575 تلميذة وتلميذا في 34 مؤسسة تعليمية، وسيؤطرهم 1,411 أستاذة وأستاذا. وسيستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي بمختلف الأسلاك ما يقارب 9,850 تلميذة وتلميذا من الإطعام والداخليات، و 21,142 تلميذة وتلميذا من النقل المدرسي. وبهذه المناسبة تدعو المديرية الإقليمية بترودانت كافة الشركاء للالتفاف حول المؤسسات التعليمية وجعلها فضاءات لشراكات حقيقية تروم التربية على القيم وتصب للإبداع والابتكار والتميز.